عسلامة البنات، اليوم باش نطيبوا جاتو ماربري. عندي أربع كعبات عظم كالعادة، فصلت الأبيض على الأصفر باش نبدا نخدم الأبيض متاعي. كما قلنا باش تطلع لك الأبيض متاع العظم يلزم البول شايحة ما فيهاش حتى قطرة ماء، نخدموها بالقدا ما نقصوش عليها حتى تولي موس. توا بالنسبة للأبيض تاع العظام تاعي طلع بالكدا، أنا زدت شوية سكر وباش نبدا نخدم بالباتور، باش نزيدو كاس ونص سكر ونبدا نخدم بالباتور. توا كملت خدمت العظام والسكر، كي نقلبوهم ما يتيحوش. توا باش نتعدى نزيد للأربعة فصوص تاع العظام، نزيدهم كعبة ياغورت، باش نزيدهم باكو خميرة واحد سكر فاني، وباش نزيد الفارينة ونخدمهم، ومن بعد نزيد بشوية العظام البيضة معناتها. باش نزيدو أربع مغارف حليب وأربع مغارف زيت. باش نخلط المكونات هذوما، قلنا أربع مغارف زيت، أربع مغارف حليب، أربع فص أصفر تاع عظم، معاهم باكو خميرة وباكو سكر فاني، باش نزيدهم زوز كيسين فارينة، ديما نفس الكيس اللي نستعملوه. توا صفيت الفارينة وباش نخلطها بالباتر. توا بعد ما كملت خلطهم باش نبداو نزيدو في الأبيض تاع العظام بشوية، ما نركضوهاش بالباتر، نخدموها بالسباتول. توا باش نبداو ندخلو في الأبيض تاع العظام في وسط الخليط الأول، بس ياسر ما نحركوش ياسر باش ما نكسروش العظام، ما نكسروش الفوليوم اللي خدمناه. توا كملنا دخلنا الابيض نتاع العظام في وسط بقيه الخليط، باش نقسم الخليط على اثنين باش نزيدو الكاكاو. توا قسمت الخليط اون دو، هذا باش نزيدو شويه كاكاو وعندي شويه قهوه باش نزيدها له، والاخر باش نزيدو والاخر باش نخليه كيف ما هو. توا قاعده نخلط في الكاكاو باش نزيد شويه قهوه. توا نخلطوا القهوة اللي عملناها، القهوة اللي عملتها أنا نسكافيه. توا نقعد كان نخدم ندهن البول بتاعي بالزبدة ونحط الخليط بتاعي في وسطها. توا دهنتها بالزبدة باش وحطيت في وسطها شوية فارينة باش نبدأ نصب الخليط هذا الأول، ومن بعد نزيد شوية من الخليط الآخر. هذا توا من الخليط الأبيض، توا باش نصبو شوية من الشوكولا، نقعدو نعملو كوش بكوش حتى لين نكملو. توا كملنا باش نحطها في الفور تيب. هو بالنسبة للوز اختياري، أنا حطيت عليها رشيت عليها شوية لوز من فوق مكسر، اللي يحب يحط واللي يحب ما يحطش. توا باش نحطها في الفور تيب. هذه جاتو متاعي توا طابت، نقص منها ترونش ونوريكم الجاتو من داخل.